دبوسك. طب الدبوسك هكذا كل مقاطعه مع جدته، يبدأها بمحاولته ممازحتها وتغيير جو الحرب عليها، وتنتهي بغضبها. وسيم دحلان ابن 20 عاماً، شاب من دير البلح وسط القطاع، يشارك مقاطع عبر مواقع التواصل يظهر فيها مع جدته البالغة من العمر 92 عاماً. وجود ست معي كان يعني صدفة، يعني أنا جيت صورت فيديو عفوي، الإشي طلع مني عفوي، جيت صورت فيديو عفوي وقدمت هالفيديو على الانستغرام والتيك توك، نزلته عندي على صفحتي، والحمد لله يعني كان الإشي إيجابي. شايف ست كيف؟ شايف كيف القصف؟ رغم فكاهية ما ينشره، لم تخلو مقاطع دحلان من الواقعية. وثق خروج جدته إلى الشارع لأول مرة منذ بداية الحرب، حيث صدمت من هول ما شاهدته من الدمار. ففي يوم من الأيام، في أحد الفيديوهات يعني، في يوم من الأيام نزلتها على الشارع، درجتها كمية الدمار أقسم بالله صارت تعيط إنه كيف الناس شافت الخيام، شافت الدمار اللي إحنا عايشينه، تقول كيف الناس هذه عايشة. المسنون كبقية المواطنين في القطاع لم يسلموا من القصف والنزوح. 2770 مسناً ارتقوا خلال الحرب وأصيب العشرات، ومن بقوا يعانون نقصاً في الأدوية ومستلزماتهم اليومية.